تلقت ميليشيات الحوثي الانقلابية ضربة موجعة على يد أبطال الجيش الوطني وضربات التحالف غربي محافظة مأرب. وقال مصدر عسكري أن طيران التحالف استهدف تعزيزات لميليشيا الحوثي في جبهة الكسارة وكبدها خسائر في الأرواح والعتاد. وأضاف المصدر أن قوات الجيش خاضت معارك عنيفة ضد ميليشيا الحوثي في جبهة الكسارة أسفرت عن تكبيد ميليشيات الحوثي خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. إلى ذلك أكد التحالف العربي أنه نفذ العديد من العمليات التي استهدفت الميليشيات وآلياتها في محيط مأرب. وأوضح في بيان له أنه نفذ عددا من الغارات الجوية استهدفت آليات وعناصر الميليشيا الحوثية في محيط العبدية، وشملت تدمير 10 آليات عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 180 عنصرا من الميليشيات. لقي عدد من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية مصرعهم وأصيب آخرون في المواجهات المستمرة مع قوات الجيش الوطني المسنودة برجال المقاومة الشعبية شرق مدينة الحزمة عاصمة محافظة الجوف. وقال مصدر عسكري ميداني أنه تم رصد محاولة تسلل لميليشيا الحوثي باتجاه أحد المواقع العسكرية للجيش شرق مدينة الحزم ليتم الاشتباك معها بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، مؤكدا سقوط غالبية العناصر المتسللة بين قتيل وجريح، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار تحت ضربات أفراد قوات الجيش ورجال القبائل. وأشار المصدر إلى استعادة مجموعة من الأسلحة وكميات من الذخائر كانت بحوزة الميليشيا قبل فرارها. كشف الجيش الوطني عن تفاصيل وملخص المعارك التي خاضها خلال 5 أيام الماضية ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية في مختلف الجبهات القتالية في مأرب والجوف. وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة في تقرير أن قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية كبدت الميليشيات الحوثية خسائر فادحة في عدد من جبهات محافظتي مأرب والجوف. وأوضح أن المعارك التي شهدتها الجبهات أسفرت عن مقتل وإصابة 87 عنصرا من ميليشيا الحوثي وتدمير آليات عسكرية للميليشيات الحوثية بمدفعية ونيران أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية. عاودت ميليشيات الحوثي الانقلابي استهدافها للقرى السكنية في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيطة جنوب الحديدة في سياق انتهاكاتها ضد المدنيين. وأفادت مصادر محلية بأن ميليشيات الحوثي استهدفت القرى السكنية في منطقة الجبلية بالقذائف المدفعية ومختلف أنواع الأسلحة الرشاشة. وأشارت إلى أن الاستهداف الحوثي كان بصورة عشوائية مما تسبب في ترويع المواطنين الآمنين في منازلهم وتعطيل أعمالهم وإقلاق السكينة العامة. وتقوم ميليشيا الحوثي باستهداف الأعيان المدنية في مختلف مناطق الساحل الغربي بشكل يومي ضاربة بالهدنة الأممية عرض الحائط في ظل صمت وتغاضي المجتمع الدولي.